معانا في حلقه جديده من بالهنا. النهارده عاملين اكلتين حلوين جدا، هما مش عايزه اقول قلقان، مش عايزه اقول شياكه، بس هما حلوين فعلا. عاملين بوت باي او عاملين تشيكن بوت باي، فراخ بال هقول لكم بايه، وعاملين تاني حاجه سلطه الانديف او خس الانديف بالجبنه الروكفور والتفاح. هنقول اول حاجه الفراخ لانها بتاخد وقت اكتر، والفرن والحاجات دي كلها زي ما احنا متفقين. كالعاده الفطيره اللي انا هعملها هتبقى العجينه الهشه، اوكي؟ فراخ، صدور فراخ متقطعه صغير، عايزين دقيق وزبده، عايزين بيض، عايزين بقدونس، عايزين بصل وجزر وكرفس وبسله. اول حاجه هنعملها ان انا الفراخ انا عامله بقى شويه شوربه هنا اهو، كل اللي هعمله ان انا هنزل الفراخ تستوي فيها كده اهو، مش هتاخد وقت خالص. بصوا انا مقطعها صغير خالص، فالفراخ مش هتاخد وقت، وخلوا بالكم ان احنا هندخلها الفرن لسه. جبتها اهو في الشوربة بتاعتها. ودلوقتي نبتدي نعمل الصوص الحلو بتاع الباي بتاعنا، اللي هو عبارة عن ايه؟ عن اللي هيحصل دلوقتي قدامكم. حاجتين هيحصلوا دلوقتي، طاسة هنا هنعمل فيها زي الروب بتاعنا، والطاسة التانية هنشوح فيها الخضار. اول حاجة تفتح هنا اهو شوية صغيرة، نحط حتتين تلاتة كده اهو، تلاتة اربعة زبدة. هي بصوا هي ريتش شوية، هي فيها كم من ال اهو عليكي يا فراخ. شوربة عادية جدا حاطة فيها بس عودنا لوري وكل الخضار ده. احنا عندنا الكرفس بيدي ريحة حلوة، البصل هيدي ريحة حلوة، كل الحاجات دي هنخلي ريحة الفراخ جميلة. ده مضرب سيليكون، لما اشتغل بيه هنا اهو مش مشكله. هشتغل بيه هنا ايه هتشوفوا دلوقتي. وهياخد المعلقه تاني معلقتين زبده كده حلوين. خلاص كده انا عندي احد مستغرب حاجه ثانيه، ونبتدي بالويسك. مع الفراخ وهي دلوقتي يا جماعه بتستوي، انا هحط شويه جوزة الطيب، بيضيعوا اي ريحه مش عايزينها وبيدوا طعمه حلو قوي. وهتفهموا احنا البتاع اللي احنا بنوسكه ده، الروده او اللي هو الدقيق مش عايزينه يصفى، عايزاها بس ايه الدقيق يدخل جوه الزبده مظبوط. اشيله كده من النار شويه عشان في حاجه مش عجباني وممكن تحصل لكم، ودي حاجه مهمه جدا ومن الحاجات اللي بتبين الشوربه حلوه ولا لا. انا حطيت اي نعم دلوقتي جوزة الطيب، فالريحه عندي حلوه قوي، بس انا ايه هشيل الريم ده اللي على الوش. خلاص شلنا الريم كده، خليني اروح ارميه هناك. دلوقتي نجيب الرو تاني ونسخنه بسرعه كده، واهو هنا اللي هنعمله على طول الثلاث حاجات مع بعض، البصله والكرفسايه والجزره والرو، ننزله هنا على طول وهنقلب الحاجات دي كلها كده مع بعض.
بنعمل زي ايه، مش هقول لكم بشاميل بس، كل الحاجات دي لما يعني الزبده والدقيق مع الشوربه دي هيخلوها فين زي الكريم سوب، هتبقى تقيله كده وسك. فلما نحط كمان عليها الخضار اللي احنا دلوقتي بنشوحه ده، شويه ملح وفلفل اهو، سيبها ايه تستوي، نغطي النار خالص خالص، نحط شويه ملح وشويه فلفل، اللون ده طبعا لون جوز الطيب اللي احنا حاطينه، نص معلقه بتعمل فرق جامد جدا جدا في الطعم. وهنا الايه الخضار بتاعنا كله اللي هو عباره عن جزر وكرفس وبصل، الوانها تفتح النفس، حلو قوي. ولسه عندنا يا جماعه دي في الفتره دي لغايه لما الحاجات دي تستوي هبتدي افرد الباف بيستري بتاعتنا او العجينه الهشه بتاعتنا اهو. يعني كل مره اجي اعمل باف بيستري ما تعرفوش ليه لازم ابقى البس حاجه غامقه او سودة او اي حاجه فيها دقيق، كاني بنشن. عايزه بس ايه اهو كده شويه، احط شويه ملح، ملح يخلي الحاجه تتعمل بسرعه، وشويه فلفل وشويه كده، نسيبها تستوي. وده هنا ناخد النص ده، مش عايزين اكتر من النص، فيه لو تحبوا تعملوها من تحت ومن فوق بتبقى حلوه، بس انا عايزاها بس تبقى من فوق الكراس بتاعتنا. شويه دقيق، بما ان عندي دقيق هنا فمش هروح اخد دقيق من حته تانيه بقى ولا من هنا كمان اهو، ده ينفع قوي. حاول افردها على قد ما اقدر عشان مش عايزاها تبقى تخينه قوي على ال، ازاي نلفها، نلفها كده كده، ونسيبها بقى تسوي، نقلب تقليبه هنا. عايزه اشيك بس على الفراخ، عظيم جدا اللي بيحصل ده، اوه الله، ولا السيرك. اخبار الملح ايه؟ تدبل البصله ويدبلوا شويه، يدبل الخضار، وزي ما اتفقنا ان لسه في بقيه السوا كله هيبقى في الفرن. ماشي، وصلنا للمطلوب مننا، وهنا نقوم حاطينه فوق الفراخ. نقلبه كده كلهم مع بعض، واللي هيحصل دلوقتي الآتي، هبعد بقى الحاجة من هنا، البسلة زي ما اتفقنا هنحطها آخر حاجة، شايفين ألوانها بقت حلوة ازاي؟ قلنا قبل كده البسله اللي احنا بنجيبها دي بتبقى نص مستويه، فالشويه اللي هتدخلهم في الفرن هيسووها وزياده. اوكي، واخر حاجه بقدونس، لو ما فيش باف بيستري احنا كنا عملنا فراخ تقريبا بنفس الطريقه حكايه الدقيق وكده، ممكن نحط بطاطس بيوريه. اوكي،
بطاطس بيوريه عليها، بطاطس عاديه. الفكره نفسها دلوقتي خدتهولكم من ناحيتين، خدتهولكم مره بصوص احمر والمره دي بصوص ابيض بدون اي حاجه، فيهاش ولا كريم ولا حاجه، كل دقيق وزبده. نجيب اللي هنحطه في ال، انا هحطه هنا. تحطه كده في ال، اوه يا ولد. وبعدين دلوقتي بقى خلينا بس اقفل النيران الصديقه اللي هنا دول، نقفلهم ونيجي بالنشابه بهذا الاسلوب. هنقفلها ازاي بقى بسرعه؟ اطول فيها اطول فيها ولا مش اهو؟ ولا انا اللي هعمله دلوقتي ان انا هنزلها كده عليها بالظبط. اساسا ده هيعمل كرانش حلو قوي، فحتى لو سيبناه كده من بره هيعمل شكل جميل وطعم اجمل. بيضه شفتوا، بدأناها مع بعض وخلصناها مع بعض. يعني كل الحاجات يمكن انا كنت اللي انا مختلفه عنكم فيه ان انا عملتها كنت مقطعه الخضار، تقطيعه الخضار ممكن تبقى دمها تقيل شويه، بس الخضر بيبقى متقطع ما بتاخدش ثواني، فالعزومه لحد جاي لنا في اخر لحظه تتعمل فعلا اكله صحيه، مش عايزه اقول صحيه لانها برضو فيها شويه زبده مش بطالين، بس طعمها حلو وسهله وسريعه، وان شاء الله يا رب تعجبكم. ونقوم بقى عاملين كده اهو هكذا. وهبتدي ايه بالشوكه اعمل كده عشان مش عايزه ده يلا عن الخضار، وتدخل الفرن على درجة حرارة 180-190 إلى أن الوش يتحمر، وبس خلاص كده. 180 دقيقة، 190 درجة الحرارة لمدة 20 دقيقة، بقولها لكم تاني. وأشوفكم بعد الفاصل بالسلطة العظيمة بتاعتنا. أشوفكم بعد الفاصل. بيكم مره تانية في بالهنا. خلاص حطينا الباي بتاعتنا او الفطيره بتاعتنا او الفراخ ام عجينه في الفرن ومنتظرينها تنضج، ودلوقتي هنعمل لكم خس بالسلطه بتاعت الخس النظيف او الانظيف. لسه قايله لي النظيف دي اتبسطت منها جدا، فدلوقتي ده اسمه خس انظيف يا جماعه. اوكي شايفه الخسايه صغيره جدا، كل اللي علينا نعمله ان احنا بس ايه نقصها كده نص نصين وخلاص. اوكي ده الانظيف، وبيبقى طعمه حلو جدا بالجبنه الروكفور وهي عندنا، عين الجمل وهو عندنا، تفاح اهو عندنا، كرفس والكرفس، الشايفز اللي هو ورق البصل، والدريسنج بتاعه هيبقى عباره عن ديجون ماسترد ومستردة الديجون وخل عنب ابيض وشويه ميه. خلاص فنبتدي بقى تقطيع كل الاشياء. اهو اول حاجه هقطعها الخس النظيف ده، لطيفة جدا خس النظيف دي، مبسوطة بيه. خس النظيف ده كله كده كبير وصغير. الانظيف بيبقى فيه مرارة كده شوية، عارفين الخساية من الآخر ساعة لما بناكلها بيبقى فيها شوية مرارة، هو نفس الطعم ده، دلكت قوي طعمه حلو جدا جدا جدا. نحط الكبير جوه والصغير بره ونلعب بقى الوان. وعندنا كام واحده خاصيه نضيفه كمان نعملهم. وعادة السلطة دي عادة بتحوز الإعجاب، مش هحط كل دول كده كفاية قوي عشان احنا لسه قدامنا حاجات كتير فوقيها تتحط. زي ما انتوا شايفين كده هحط
عين الجمل، هحط شويه دلوقتي، هحط شويه في الاخر عشان عايزه شويه عين الجمل ياخدوا شويه من الصوص ومن الجبنه. الجبنه خليني اقطعها لشرائح. بس كده نيجي كده اروح اجيب بس معلقه او شوكه. هي احسن حاجه تتعمل بالايد بصراحه، يعني انا شخصيا بحب اتعمل الحاجات دي بايدي. وطبعا اي حد واقف في المطبخ اكيد ايديه بتبقى نظيفه لان ايديه على طول بتبقى تتغسل. ودلوقتي بقى بعد ما نحط كل الجبنه الروكفور دي الجميله اللي هي من احلى الجبنات في العالم، نضيفها، هننضف ايديا. ايه اللي احنا محتاجينه بقى كمان دلوقتي؟ دلوقتي هنقطع بقى كل الاشياء اللي عندنا الجميله دي اللي هي عباره عن التفاح. تفاح اخضر مع الجبنه الروكفور عظيمه. سكينه صغيره معلش. لو لقينا حته كده في التفاحه مش عجبانا نشيلها، بلاش اي ايه على طول. ودي الشيلها دي انا هاكلها بعدين. دول نقطعه شرايح رفيعه جدا. دول هيتحطوا كده. السلطة المبهجة والكرفس. كلها كرانش، كلها قرمشة، تخيلوا وانتوا بتتفرجوا القرانيش دي كلها. ودلوقتي عندنا شوية الشايفز. الوانها تجنن، اخضر في اخضر. ربنا يجعل يا رب سنتنا الجايه خضره يا رب، وكل حاجه حلوه تحصل لنا كلنا في العالم العربي وفي مصر وفي كل حته في العالم. محتاجين بقى شويه هدوء كده بقى. اوكي، وده وصل اخضر كمان تاني اهو. هي عايزين بس نديلها الوان. واخر حاجه هو الدريسنج، مطرح الجبنه الروكفور عادي جدا. هنحط شويه وشويه كده مع التقليد المستمر. هحط لها نقطتين ميه، معلقتين ميه بالظبط. اوكي، هعملها تحت الحوض على طول. اهي معلقه والثانيه، خلاص جدا كده اهو. وهجيب شويه زيت زيتون وملح وفلفل وجايه لكم اهو. شويه زيتين، زيت زيتون، شويه زيت زيتون حلوين، شويه ملح. لو عندنا عسل وعايزين تحطوا شويه عسل هتبقى حلوه قوي كمان معاها. ونبتدي بقى ايه، ننزل بالدريسنج الحلو ده على السلطه بتاعتنا العظيمه دي. واخر حاجه هحطها فوقيها تاني اللي انا ما حطيتوش كتير اولاني، اللي هو الايه، عين الجمل.
والله اتفضلوا معانا يا جماعه. مش عارفه اقول لكم ايه شكلها، في منتهى الحاجات الحلوه. هو كام وحده من جمل كده وخلاص، اي سي فيني اول دان خلاص. امال انا واخده ايه؟ ايه نبص بقى نشوف اخبار اللي في الفرن. كلها حاجات ما بعرفش اوقف اكلها، فيعني ده الطبيعي، ما بتلاقيش واحده بتقعد في المطبخ ما بتاكلش وهي بتشتغل. ننضف ونظبط الاشياء علشان نطلع بقى الاستاذة اللي في الفرن. ونجيب الفوطة اهي، والبوت باي بتاعتنا تشيكن بوت باي. يا رب تكون الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم، كله ابيض في ابيض، صوص ابيض، سلطه بيضة وخضره. اشوفكم بالهنا واماني ربحت. مع السلامه.